علاقة الأسيدوزز والألكالوزز أو الأسيد بيس بالانس عامة بالبوتاسيوم والكالسيوم. عايز الموضوع ده قلته قبل كده لكن أنا حبيت أجمعه في محاضرة كده بسيطة خلاص عشان الناس تفهم الفرق. الأسيدوزز يا جماعة الأسيدوزز أوكي بيعلي تمام البوتاسيوم خلاص ويعلي الكالسيوم. والألكالوزز من الناحية التانية العكس خلاص بيقلل البوتاسيوم ويقلل الكالسيوم. أنا عايز أشرح لكم تمام النهاردة إزاي. طيب خلاص بالنسبه للكالسيوم اولا حضرتك تاني خلاص احنا قلنا ان الالبومين تمام خلاص اللي موجود في الجسم خلاص بيمسك فين؟ بيمسك تمام في الكالسيوم صح؟ تمام اه جزء من الكالسيوم في الاكسترا سيلولر فلويد بيبقى بروتين باوند ماسك في الالبومين. طيب هنفترض ان حصل اسيدوزز خلاص عليت اسيدوزز اهو تمام هنروح حصل ايه؟ خلاص عالي الهيدروجين ايونز تمام فتروح البتاع الالبومين عايز يخلص الالبومين ده بفر نيجاتيفلي تشارجد وعايز يمسك في الهيدروجين ايونز عشان يخلص الجسم منه يروح عامل ايه؟ يروح عامل كده خلاص هيسيب الكالسيوم في الشارع اوكي ويروح ماسك فين؟ يروح ماسك في الهيدروجين ايونز تمام يمسك هو في الالبومين تمام خلاص بس فبالتالي الكالسيوم حصل له ايه؟ عالي تمام في الجسم وعشان اخلص الجسم من الهيدروجين ايونز واصلح الاسيدوز. طيب هنفترض ان احنا في حاله الكالوزز ده الهيدروجين ايونز مالها قليله ولا كتير؟ قليله تمام فالالبومين ده عايز يدي الجسم الهيدروجين ايونز بتاعته اهي خلاص عشان تمام يعوض الالكلوز اللي موجود فبالتالي هيروح ماسك بدله في مين؟ في الكالسيوم فالكالسيوم يقل تمام دي تفسير خلاص البتاع الاعلان الكالسيوم مع الاسيدوسس. طب الناحيه الثانيه بقى خلاص ايه تاثيره على البوتاسيوم حبيبي تمام في حاجه اسمها ادي اوكي البتاع السيل اهي دي السيل خلاص وادي البوتاسيوم تمام موجود جوه اوكي وادي الهيدروجين ايون بره في حاله ان حصل اسيدوسس حصل اسيدوزس الهيدروجين ايون يخش جوه تمام والبوتاسيوم يطلع مكانه خلاص فيعمل ايه تمام ده الاسيدوزس اهو خلاص فيحصل تمام ان بتاع الجسم يتخلص من الهيدروجين ايونز لكن هيحصل هايبر كالينيا. طيب تعالى الناحيه الثانيه الكالوزس خلاص الكالوزس العكس تمام انا محتاج الهيدروجين ايونز البوتاسيوم يخش عشان الهيدروجين ايون يحصل له ايه يطلع بره ويعوض الالكالوزس اللي موجود فبالتالي حضرتك في حاله الاسيدوزس الهيدروجين ايون بيخش والبوتاسيوم يطلع مكانه يحصل هايبركاليميا الالكالوزس الهيدروجين ايون يطلع والبوتاسيوم يدخل مكانه يحصل هايبوكاليميا. اتمنى تكونوا فهمتوا العلاقه بين الاسيد بيس بالانس والبوتاسيوم والكالسيوم.